بعد سنوات من الانتظار يستعد مسلمو مدينة لوفان لانوف البلجيكية لبناء مركز إسلامي يضم مسجدا كبيرا، مسجد سيرى النور في وقت كثرت فيه الأفكار النمطية عن الإسلام والمسلمين، أدت في بعض الدول إلى الحد من بناء المساجد وفي أخرى إلى منع بناء المآذن. مراسلنا لبيب فهمي يرصد لنا من بروكسل استعداد المسلمين لهذه المناسبة السعيدة. البرد ومكان ضيق جدا هو كل ما يملكه مسلمو مدينة لوفان لانوف البلجيكية كمسجد ومركز ثقافي منذ 30 سنة. هبة من الجامعة الكاثوليكية للطلاب المسلمين تحولت شيئا فشيئا مع استقرار الجالية المسلمة إلى مصلى لسكان هذه المدينة الجامعية. نعاني من ضيق المكان لاستقبال كل المصلين خصوصا يوم الجمعة، إضافة إلى البذل وكذلك إلى استحالة استقبال النساء، فلا يمكنني اصطحاب بناتي إلى المسجد لعدم وجود مساحة خاصة بالنساء، وهذا يزعجني. نتمنى إن شاء الله في وجود المسجد الجديد أن يكون هناك مجتمع، يعني مسجد أكبر، يعني إن شاء الله مبتدي أكثر للمسجد، وبالتالي إن شاء الله مساعدة أكبر، وبالتالي مجتمع إن شاء الله أنجح. 10 سنوات هي المدة التي تفصل بين تقديم الجالية المسلمة بلوفان لانوف لمطالبها بتمكينها من فضاء أوسع لبناء مركز ثقافي ومسجد، وبين حصولها على بقعة أرضية بثمن بخس ورخصة للبناء، لتبدأ مرحلة أخرى تتعلق بإقناع الجوار ثم جمع الأموال لبدء أعمال البناء. مسجد بدون منارة وبأذان داخلي فقط، كما قبلت بذلك إدارة المركز. قدمنا 5 تصاميم مختلفة لإدارة الجامعة، تمت مناقشة محتواها حول اختلاف حجم المساحة المطلوبة لبناء المركز، وقد اتخذ القرار منذ حوالي 5 سنوات بمنع بناء مأذنة، وهو ما قبلنا به لأن مسجدنا القديم لا يملك منارة، والهدف هو الحصول على فضاء واسع لاستقبال كل الجالية. ويشدد القائمون على المشروع على أن هذا المركز الثقافي ومسجده سيسعى إلى الاندماج في محيطه الجامعي ليشكل منارة للتعريف بالحضارة الإسلامية وملتقا لجميع الثقافات التي تعج بها الجامعة، وقلعة للرد على الأفكار النمطية ضد الإسلام والمسلمين. علاقات جيدة بالجوار ومجال مفتوح للجميع هي شعارات المركز الإسلامي لمدينة لوفان لانوف ومسجده الذي سيرى النور عما قريب في هذا المكان كما يتمنى الصاهرون على المشروع. لبيب فهمي، الجزيرة، لوفان لانوف.